في أحد البيوت الأسبانية، ست عجوزة بتشغل موسيقى ورايحة تاخد دش، وبسبب صوت الموسيقى ما سمعتش صوت السفاح اللي اقتحم البيت رش صراصير على الفوطة بتاعتها، وهي مش واخدة بالها تترعب لما مسكت الفوطة ووقعت وماتت في الحمام. بيقولك في أسبانيا في أكتر من 5000 قرار إخلاء للناس من بيوتهم كل سنة، لأن البيوت دي قديمة، في 85% منها بيتم بطريقة سلمية و13 منها باستخدام الشرطة إجباريا، اما باقي ال 2% بيتم عن طريق التخلص منهم بطرق خاصة. بتظهر معانا آلي، مهندسة شغالة في شركة إحصاء، ووظيفتها تقييم البيوت القديمة وتشوف هل تصلح انها تستمر موجودة ولا فيها تشققات وتصدعات ولازم ازالتها فورا. وراحت لبيت قديم ما فيهوش غير راجل واحد بس هو اللي ساكن فيه ومش عايز يسيب البيت لانه زي ما اتولد فيه هيموت فيه برضو. وتلاحظ آلي في شقته وجود تصدعات كتيرة عنده، فتستغرب ليه ما عملهاش صيانة، خصوصا ان حالة البيت هنا محتاجة اصلاحات وبس، مش هيحتاج هدم للبيت كله. فيقول لها رامون ان عمال الصيانة متحالفين مع الشركة العقارية اللي عايزة تطردني من البيت وتهددني وتهد وتبني برج سكن كبير يكسبوا منه فلوس كتيرة، وكمان بيضايقوني في حياتي، بس مهما يعملوا مش همشي من هنا. فتقول له آلي انها تعمل كل اللي تقدر عليه عشان تساعده، ولو حصل له اي حاجة لازم يكلم الشرطة فورا. يقول لها ما هو للأسف الشرطة كمان متحالفة معاهم. مشيت آلي وتلاقي الدنيا بتمطر جامد بالليل، والنهاردة عيد ميلاد حبيبها سايمون، وبما انهم هما الاتنين فقراء فعاملة آلي حفلة بسيطة لسايمون حبيبها بتكاليف بسيطة، وتقول له غمض عينك بقى وتربطها برباط اسود وكده سايمون مش هيعرف ولا الطريق ولا المكان اللي رايحه. خدته للبيت القديم اللي كانت فيه الصبح لانها معاها المفاتيح من الشركة بتاعتها، ووصلت سايمون لحفلة بسيطة عملتها ليه في الدور الارضي في المبنى القديم، وتحاول تحسن من حالته النفسية خصوصا انه كان مكتئب من فترة، وبيحاولوا يحوشوا مع بعض مصاريف جوازهم. وجابت آلي هدية لسايمون فيتضايق ويقول لها احنا بنحاول نحوش الفلوس لجوازنا، ليه بتصرفي كده؟ مش كفاية انك عملتلي حفلة؟ ولا عشان انا مش معايا فلوس؟ وتحصل بينهم مشكلة وتتضايق آلي. ولما يجي سايمون يصالحها يلاقي النور قطع، فتقرر تروح آلي تشوف فيه ايه، فتلاقي الكهرباء فصلت من البيت كله. ولما تخرج تتحقق تلاقي قطة السيد رامون الوحيد اللي عايش هنا، فتاخد القطة تطلعها فوق. ولما يفتح سايمون هدية آلي ليه يلاقيها قلم حاد، واكيد هيستفيد منه بس مش في الكتابة وبس. لما تطلع آلي لشقة السيد رامون تنادي عليه ما يردش، وتلاقي صوت لناس عنده فتستخبى بسرعة، وتلاقيهم ملثمين ولابسين اسود اكنهم حرامية بالضبط، وبيقولوا ان مهمتهم خلصت خلاص ولازم يمشوا من هنا فورا. ولما تروح آلي تطمن على السيد رامون تلاقيه ميت، والحرامية خنقوه واكيد هم تبع الشركة العقارية اللي كانت عايزة تمشيه من بيته. ولما تروح تبص عليهم تلاقيهم ماشيين، ولما تحاول تطلع تليفونها تكلم الشرطة يقع منها بالغلط لتحت، وسمع الحرامية صوت الوقوع ولمحوا آلي، فقرروا يطلعوا وراها فورا لتفضحهم. ولما حست آلي انهم جايين عليها تروح تستخبى بسرعة في المكان اللي السيد رامون فشل يصلحه في الحمام. المشكلة ان حبيبها سايمون خرج يدور عليها لما لاحظ اختفائها، ولاحظ تليفونها المكسور ومعرفش يرن عليها اصلا لانه معهوش تليفون. ولما نادى عليها سمعوا الحرامية وراحوا يهجموا عليه، فيجروا ويجروا وراه، ونجح سايمون يشتت واحد ويقع ويغمى عليه، بس بقية الحرامية هجموا عليه وخطفوه. تروح آلي تحاول تكلم الشرطة على التليفون الارضي بس ما تلاقيش رد، فتفكر تشوف هتعمل ايه، وتنزل تحت تسمع صوت الحرامية وهم بيزعقوا في سايمون بعد ما قبضوا عليه، وعمال يقول لهم مفيش حد هنا، وآلي اللي كنت بنادي عليها هي القطة بتاعتي اصلا مش اكتر، وعمالين بيعذبوا فيه. فلما تروح آلي تحاول تفتح الباب وتطلب المساعدة تلاقي الحرامية قافلين الباب بالسلاسل، ومش هتعرف تنادي على حد لان الشارع فاضي اصلا والوقت كمان متأخر. والحرامية لما فتشوا سايمون لقوا صورة آلي، فيقولوا له ها ديه القطة بتاعتك فعلا، واكتشفوا انه دكتور، فيجبروه يروح يعالج صديقهم اللي وقع على السلم واغمى عليه. وآلي قررت تنزل تشغل النور في بعض الشقق اللي بتطل على الشارع، يمكن تعرف تنط من الشباك مثلا، وشغلت الاضاءة كمان في بعض الاماكن، وللأسف كل ما تلاقي شباك تلاقيه مسدود. ولما راح سايمون يكشف على الحرامي يقول لهم ده عموده الفقري مكسور ولازم تودوه المستشفى لاما هيموت، ودار سايمون الالم الهدية
الأغنية بتاع حبيبته آلي، وآلي بتحاول تدور على أي شباك تاني مفتوح تقع منها حاجات بدون قصد، وسمع صوت ده الحرامية، فقرر الزعيم بتاعهم يروح يشوف فيه إيه ويسيب زميله مع سايمون، وقرر الحرامي اللي مع سايمون يروح يأمن المكان ويطلب من سايمون ما يعملش أي حركة لإما هيقتله. ولما يفتش سايمون في الحرامي المغمى عليه يلاقيه مات أصلا، ويلاقي في جيبه تليفون، ولما يجي يبلغ الشرطة ما يعرفش يقول لهم العنوان لأن آلي غمت عينه لما جابته هنا، وجاله الحرامي ويقعد يضرب فيه. مش عارف سايمون يعمل حاجة مع الحرامي، والحرامي كمان طعنه في بطنه، ولما يجي يقتله تيجي آلي بعد ما هربت من زعيم الحرامية وأنقذت سايمون من القتل، ولقى سايمون الحرامي لسه عايش، فيروح عليه بالقلم الهدية من آلي ويطعن فيه لحد ما يقتله. مستغربة آلي من عنف سايمون، بس هما قدام الحرامية لازم يتصدوا ليهم مهما كلف الأمر، لأنهم لو ما قتلوهمش هما اللي هيقتلوهم. سمعوا صوت زعيم الحرامية قرب عليهم، فيهربوا بسرعة للشقة اللي آلي معاها المفتاح بتاعها، بس فشلوا والحرامي دخل عليهم، فتروح آلي ترش عليه دهان كان موجود هنا في الشقة وأضعفته وخرجته بره الشقة، ومش عارفين هيعملوا ايه تاني. وبسبب ضعف الحرامي قرر يكلم رئيسه ويقوله انت قلتلي ان الراجل العجوز موجود هنا لوحده، بس انا لقيت راجل وست هجموا عليا وقتلوا رجالتي، لازم تبعتلي الدعم فورا، وآسف يا رئيس اني خزلتك. وآلي مع سايمون بيدوروا لقوا فتحة في الشقة بتوديهم للدور الأرضي مباشرة اللي هم كانوا عاملين حفلة عيد الميلاد فيه اصلا، فينزلوا وتدور آلي في خريطة الخروج من المبنى، وتلاقي ان المخرج الوحيد من العمارة دي بعد باب الخروج هو القبو، وللأسف آلي معهاش المفاتيح بتاعته، والحل هو ان آلي تروح تتسلق الدور العلوي وتعرف لو فيه شبابيك تانية تعرف تخرج منها ولا لا، ومش هيروح معاها سايمون بسبب الطعنة اللي خدها، وهيقعد هنا يستفز في الحرامي اللي بره لحد ما آلي تخلص مهمتها. وعمال سايمون بيشتت في الحرامي والحرامي بيشرب سيجارة، وآلي بتتسلق الاسانسير من جنبه، ولحظة مفاتيح القبو معاه طلعت من البلكونة تحاول تنادي على حد ينجدها، بس للأسف صوت المطر والارتفاع اللي هي فيه منعين الناس يسمعوها، وتقعد تحدفهم بأي حاجة معاها، وللأسف ما خدوش بالهم منها خالص، فقررت تجيب جثة السيد رامون وتحدفها من فوق لعل وعسى لما حد يشوفها يكلموا الشرطة فورا. نجح الحرامي يكسر العين السحرية بتاعة باب سايمون، ولما يجي يفتح الباب يقوم سايمون رابط ايده بالحزام، وكده اتحشر والحرامي الحرامي مش هيعرف يتحرك ولازم يستنى المساعدة اللي جياله. وتلاقي آلي عربية أمن جت في الطريق ولحظة جثة السيد رامون، بس اللي هي ما تعرفهوش إن الشخص ده هو السفاح اللي جاي كدعم عشان يخلص المهمة بعد فشل الحرامية فيها. فلما تلاقي آلي إن الحرامي سايمون ربطه، فتنزل للدور الأرضي بسرعة تحاول تلاقي مخرج أو تفتح باب القبو بدون مفاتيح، بس فشلت وتستخبى في الدور الأرضي مع سايمون، وتلاقي السفاح دخل بجثة السيد رامون ومحضر أدواته لقتل الكل هنا، وجاب سلسلة تانية مكان اللي كسرها وقفل الباب من تاني، ولما طلع لفوق لقى الحرامي ويقول له يا راجل ده أنا مستنيك محبوس هنا بقالي ساعة، حررني يلا. بس التعليمات اللي جات للسفاح إنه يخلص على الحرامي هو كمان بسبب فشله، وراح السفاح قتل الحرامي. ولاحظ سايمون وآلي الدم الكتير من تحت الباب وشكلهم مش هيخرجوا من هنا أحياء، فطفى سايمون النور عشان السفاح ما يحسش بيهم، وحدف السفاح عليهم قنبلة غاز وقفل عليهم الابواب، بس هو مش عارف انهم معاهم مخرج للدور الارضي اصلا ومش هيموتوا. وآلي وسايمون في الدور الارضي هيلاقوا السفاح هيتخلص من الجثتين اللي هم رامون والحرامي، ولبس قناع ضد الغازات وجاب غاز سائل غريب لما بيترش على الجثث بيجمدها وبيحولها لدم بعد التكسير في الجثث، وجاب السفاح شاكوش وتخلص من الجثث كلها، وخد مفتاح القبو من الحرامي. عمال آلي وسايمون بيفكروا هيعملوا ايه، خصوصا لان السفاح بعد ما دخل الشقة اللي كانوا فيها عشان يتخلص من جثثهم هم كمان لاحظ انهم هربوا من الفتحة للدور الارضي، وقرر سايمون وآلي انهم يتسلقوا الاسانسير، لان لما آلي رجعت الكهرباء فيه لحظة جرس انذار فيه، فاكيد حد هيسمعهم وهيكلم الشرطة، وهيتحامل سايمون على نفسه يتسلق رغم اصاباته، ولما تيجي آلي تشغل الانذار يكون السفاح هو كمان مستعد ليهم، ولما سمع صوت الانذار يجري عليهم بسرعة بالفاس بتاعه. وعمال آلي بتحاول تساعد في سايمون وتاخده من عمود الاسانسير وتنقذه عشان يستخبوا في شقة تانية، تلاقي ان سايمون
خلاص ضعف جدا وتشل بسبب الدم اللي نزفه من الطعنة، ويقول لها اهربي انتي انا خلاص هموت. استخبي وجه السفاح وقرر يتخلص من سايمون بطريقة جديدة على عكس الطريقة التقليدية بتاعته بالفاس، فيقول له سايمون قبل ما يموت لا تأذي آلي ارجوك، فيشيله السفاح ويرميه من فوق وخلص عليه. وكل ده وآلي سمع صراخ حبيبها سايمون، ولما تبص من عين الباب على السفاح تلاقيه عمال بيكسر في الباب بالفاس بتاعه، فقررت تتسلق المواسير من احد الشبابيك العالية وتهرب وتحاول تلاقي مخرج، بس فجأة تلاقي جثة سايمون حبيبها بعد ما السفاح رماه من فوق للدور الارضي، وتلاقي في ايد سايمون مفاتيح القبو وخدها من السفاح قبل ما يقتله عشان يوفر فرصة هرب لحبيبته آلي. زعلانة عليه جدا لانه المفروض النهاردة جايين يحتفلوا بعيد ميلاده، للأسف مات في موضوع ولا هي ولا هو ليهم علاقة به اصلا. تاخد المفاتيح وتروح على باب القبو وفتحته وتقعد تجري بسرعة، ولاحظ السفاح من اثار الدم انها دخلت القبو فراح وراها هو كمان، ولما حست به تحاول تروح تستخبى منه بسرعة، ولكن فجأة السفاح جالها قبض عليها وضربها واغمى عليها لانه مش هيقتلها بطريقة تقليدية. لما تفوق تلاقي نفسها في احد المجاري تحت الارض، والسفاح معاه ادوات تقطيع حادة ومعلم على جسمها بعلامات القطع عشان يتخلص من جثتها بسرعة وبدون الم. ولما يجي يقطع رجلها بالمنشار تاخد من جنبها رباط بلاستيك خانق وخنقت به السفاح، وبسبب المعركة بينهم معرفتش تخنقه على الاخر، وبسبب المجهود الكبير اللي عمله اغمى عليه. وافتكر آلي انه مات، ولكن فاق من تاني ويحاول يقتلها، بس راحت آلي وجابت الفاس بتاعه وهتقتله بطريقة تقليدية، دبت الفاس في راسه وخلصت عليه بعد ما قتل حبيبها سايمون في ليلة مرعبة قضتها، خسرت فيها حبيبها سايمون في عيد ميلاده. لمزيد من افلام السفاحين هسيب لك قائمة تشغيل ليهم في الوصف تحت الفيديو.